أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أحييكم من منصة حماة التربوية، معكم المعلمة ختام محمد مصيني من مدرسة محدثة سمير الصواف. درسنا كتابة عدد بثلاثة منازل من مادة الرياضيات لتلاميذ الصف الثاني الأساسي. معي نجوم لامعة من تلاميذ الصف الثاني، أعرفكم عليهم. عبادة العبيدي، هلا زمزوم، عمر العلي، ميس قهواتي، زهراء العطوي، عمر الرفاعي. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. سوف نستمع أولا إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا بكم أصدقائي التلاميذ، سوف نتعرف في هذا الحوار إلى ثلاث منازل. من أنت؟ عرف عن نفسك. أنا الأحد، أنا أصغر المنازل، أجلس في الكرسي الأول ولا أغير مكاني أبدا. والآن تلاميذي الأعزاء، بعد الاستماع إلى هذا الحوار، ما هي المنازل التي تحدث عنها هذا الحوار؟ نعم يا زهراء، تحدث هذا الحوار عن منزلة الآحاد ومنزلة العشرات ومنزلة المئات. أحسنتِ، بارك الله بكِ. أيضاً عن ماذا تحدث هذا الحوار؟ نعم يا عمر العلي، تحدث هذا النص عن الآحاد والعشرات والمئات. بارك الله بك، أحسن. إذن تحدث هذا الحوار عن منزلة الآحاد ومنزلة العشرات ومنزلة المئات. والآن تلاميذي الأعزاء، في أي كرسي تجلس منزلة الآحاد؟ نعم يا عبادة، إذن تجلس منزلة الآحاد في الكرسي الأول للعدد. وأين تجلس منزلة العشرات؟ نعم يا هالة، تجلس بالكرسي الثاني للعدد. إذن تجلس منزلة العشرات بالكرسي الثاني للعدد. وأين تجلس منزلة المئات يا عمر رفاعي؟ الثالث للعدد. أحسنت، بارك الله بكم تلاميذ الأعزاء، تجلس منزلة المئات في الكرسي الثالث للعدد. والآن تلاميذي الأعزاء، سوف نصعد في هذه السفينة ونبحر في بحر الرياضيات، بحر الأعداد والأرقام والعمليات الحسابية، لنتعلم كيفية كتابة عدد بثلاثة منازل بالصيغة التفصيلية وكتابة عدد بثلاثة منازل بالصيغة اللفظية. فهيا بنا. من خلال ذاكرتي تخبرني، تعلمت في درس العلوم أن جسم الإنسان يتكون من عظام وعضلات. هذه العظام والعضلات فائدتها حماية الجسم ومساعدته على الحركة والمشي، وعدد هذه العضلات 620 عضلة. إذن كم عدد عضلات جسم الإنسان؟ نعم يا هالة، 620. أحسنتِ. أيضاً ما عدد عضلات جسم الإنسان يا عمر الرفاعي؟ 620. إذن عدد عضلات جسم الإنسان 620 عضلة. والآن من يذكر لي 620، ما هي المنازل التي يتكون منها هذا العدد؟ نعم يا ميس، آحاد ثم عشرات ثم مئة. والآن
سوف نتعلم كيفية كتابة العدد 620 بالصيغة التفصيلية وبالصيغة اللفظية. لكتابة هذا العدد بالصيغة التفصيلية والصيغة اللفظية هناك خطوات يجب اتباعها لمعرفة كيفية كتابته. هيا بنا إلى الخطوة الأولى. إذن عدد عضلات جسم الإنسان هي 620 عضلة. سوف نتعرف في هذا العدد إلى كيفية كتابته بالصيغة التفصيلية وبالصيغة اللفظية. لكتابة هذا العدد بالصيغة التفصيلية وبالصيغة اللفظية لابد من تمثيل هذا العدد بالواحدات والعشرات والمئات. فهيا بنا إذا ما هي واحدات العدد 620 يا زهراء؟ صفر. هل أرسم شيئا في منزلة الواحدات؟ لا. لا أرسم شيئا. أحسنت. إذا قيمة الواحدات هي صفر، لا أرسم شيئا في منزلة الواحدات. ننتقل إلى منزلة العشرات. كم عمود من العشرة سوف أرسم في منزلة العشرات يا هالة؟ اثنان. عمودان، واحد اثنان، عمودين من العشرات. والآن كم لوحة من المئات سوف أرسم في منزلة المئات؟ نعم يا ميس. ست لوحات. أحسنت. نعم يا عبادة. كم لوحة من المئات سوف أرسم في منزلة المئات؟ ست لوحات. لنعد معا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. لاحظوا معي، إذا مثلت هذا العدد في الواحدات قيمتها صفر فارغة، أما العشرات عندي عمودين من العشرات، أما المئات عندي ست لوحات من المئات. والآن سوف أكتب قيمة هذا التمثيل. قيمة هذا التمثيل ما هي؟ قيمة الآحاد ما هي؟ قيمة الآحاد يا عبادة؟ صفر. صفر. أحسن. إذن الآحاد صفر. ما هي قيمة العشرات يا زهراء؟ اثنان. اثنان. أحسنتي، بارك الله بك. اثنان. أما قيمة المئات؟ نعم يا عمر الرفاعي. ستة. ست مئات قيمتها ستة. لاحظوا، الآحاد صفر، العشرات اثنان في منزلة العشرات، أما المئات ست لوحات في منزلة المئات. والآن سوف ننتقل إلى كتابة هذا العدد بالصيغة التفصيلية، أي نكتب قيمة كل منزلة. ما قيمة الآحاد؟ صفر زائد. كم قيمة العشرات؟ ماذا نكتب في منزلة العشرات؟ نعم يا عبادة. اثنان. قيمتها اثنان. اثنين منزلة العشرات. ما قيمتها في منزلة العشرات؟ اثنان عشرات. ما قيمتها؟ عشرون. أحسنت، بارك الله بك. إذن زائد صفر زائد عشرون زائد. ما قيمة المئات يا ميس؟ ستمائة. ستمائة. أحسنت أحسنت. إذن ستمائة قيمة المئات. إذن الآحاد نكتب القيمة المكانية لكل منزلة. قيمة الآحاد صفر لأن عدد الواحدات صفر، زائد قيمة اثنين من العشرات أي عشرون. صفر زائد عشرون. قيمة المئات ستة لوحات من المئات قيمتها ستمائة. ستمائة. إذن صفر زائد عشرون زائد ستمائة تساوي عدد عضلات جسم الإنسان 620 عضلة، ونقرأها بالصيغة اللفظية 620.
كيف نقرأ العدد 620 بالصيغة اللفظية يا هالة؟ 620. 620، لاحظوا معي، 620. أصدقائي التلاميذ، عند كتابة هذا العدد بالصيغة التفصيلية، من يذكر لي بأي منزلة بدأت؟ نعم يا عبادة. الآحاد. الآحاد، نبدأ بمنزلة الآحاد أولا، ثم، نعم يا زهراء. العشرات. أيضا، ثم يا عمر العلي. المئات. أحسنت، إذا لاحظوا معي، صفر آحاد زائد 20 منزلة العشرات زائد 600 في منزلة المئات تساوي 620، نقرأه بالصيغة اللفظية 620. إذا عند كتابة العدد بالصيغة التفصيلية، نستنتج عند كتابة أي عدد من ثلاثة منازل بالصيغة التفصيلية، أبدأ أولا بمنزلة الآحاد، ثم منزلة العشرات، ثم منزلة المئات. لاحظوا معي، إذا عند كتابة العدد بالصيغة التفصيلية، أبدأ منزلة الآحاد، ثم منزلة العشرات، ثم منزلة المئات. هكذا عند كتابة أي عدد من ثلاثة منازل بالصيغة اللفظية، أكتب أولا الآحاد، قيمة منزلة الآحاد، ثم قيمة منزلة العشرات، ثم قيمة منزلة المئات. ولكن عند قراءة العدد بالصيغة اللفظية، لاحظوا معي، 620، من أي منزلة بدأت؟ عند قراءة العدد بالصيغة اللفظية، من أي منزل نبدأ قراءة العدد؟ نعم يا ميس. من المئات. من المئات أولا، ثم يا أيضا، ثم عبادة. الآحاد. أحسنت، بارك الله بكم تلاميذي المجدين. أيضا، ثم منزلة، نعم يا زهراء. المئات. المئات، إذا لاحظوا معي جيدا، عند قراءة عدد من ثلاثة منازل بالصيغة اللفظية، نبدأ أولا من منزلة المئات، ثم الآحاد، ثم العشرات لنتأكد. أما عند قراءة العدد بالصيغة اللفظية، نبدأ من قراءة منزلة المئات، ثم الآحاد، ثم العشرات، نحصل هنا على الصيغة اللفظية. والآن لدي بعض التمارين لأتحقق مما تعلمناه، لنتحقق مما تعلمناه. التمرين الأول، اكتب الصيغة التفصيلية للأعداد الآتية، ثم اكتب اسم العدد بالصيغة اللفظية. إذا اكتب الصيغة التفصيلية للأعداد الآتية، ثم اكتب العدد. لاحظوا معي، لدي الواحدات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. ما قيمة الواحدات؟ ما قيمة الواحدات؟ لاحظوا جيدا، ما قيمة الواحدات؟ نعم يا عمر الرفاعي. خمسة. خمسة، نضع خمسة في منزلة الواحدات. الآن أنتقل إلى منزلة العشرات، واحد، اثنان، ثلاثة. ما قيمة العشرات؟ قيمتها، وليس عدد الأعمدة، قيمة العشرات. نعم يا زهراء. 30. أحسنت، إذا خمسة منزلة الآحاد زائد العشرات 30 زائد، وصلنا إلى منزلة المئات، زائد، ما قيمة المئات يا عمر العلي؟ واحد، اثنان. ما قيمة المئات يا عمر العلي؟ مئتان.
مئتان. إذن أضع مئتان في منزلة المئات. لاحظوا معي، عندي خمسة آحاد. لاحظوا منزلة الآحاد تحتوي دائما على خمس مكعبات. منزلة الآحاد كما سمعنا في المقطع الحواري أثناء بداية الدرس أن الآحاد تتكون من الصفر حتى التسعة. إذن منزلة الآحاد تحتوي على خمسة مكعبات. ننتقل إلى منزلة العشرات زائد ثلاثة أعمدة من العشرات، عبارة عن بعد عشرة، عشرون، ثلاثون. أضع ثلاثون. ننتقل إلى منزلة المئات، مئة، مئتان. أضع مئتان. والآن الناتج هو مئتان وخمسة وثلاثون. من يقرأ لي الناتج؟ نعم يا هالة. مئتان وخمسة وثلاثون. وثلاثون. لاحظوا الصيغة التفصيلية، كتبت بدأت بالعدد بآحاد ثم العشرات ثم المئات، ولكن عند قراءة العدد بالصيغة اللفظية بدأت من المئات ثم الآحاد ثم العشرات. مئتان وخمسة وثلاثون. ننتقل إلى التمرين الثاني. انتبهوا جيدا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ما قيمة الواحدات؟ نعم يا عبادة. ستة. ستة، أحسن. نكتب ستة زائد. ننتقل إلى قيمة العشرات أو منزلة العشرات. ما هي منزلة العشرة؟ هل يوجد شيئان؟ لا. ما قيمتها يا زهراء؟ صفر. صفر، أحسنت. ننتقل إلى منزلة المئات. ما قيمة المئات؟ نعم يا عمر الرفاعي. مئتان. 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 إذن لاحظوا الصيغة التفصيلية للعدد، ستة في منزلة الآحاد زائد منزلة العشرات. هل يوجد عشرات؟ لا يوجد عشرات. إذن نضع مكانها صفران. أما منزلة المئات عندي لوحتين من المئات، مئة، مئتان. نحصل على العدد مئتان. من يقرأ لي العدد؟ نعم يا هالة. مئتان وستة. مئتان وستة، أحسنتي. مئتان وستة. لا يوجد عندي منزلة عشرات قيمتها صفر. مئتان وستة. ننتقل إلى التمرين الآتي. ما الصيغة التفصيلية للعدد 500؟ ما الصيغة التفصيلية للعدد 500؟ نعم يا حلوين. نعم يا ميس. صفر. إذن أين أضع الصفر؟ في أي منزلة؟ آحاد. في منزلة الآحاد صفر زائد، إذن 500 تساوي الآحاد صفر زائد. ما قيمة العشرات يا عمر العلي؟ صفر. أيضا صفر. بارككم الله تلاميذي المجدين. صفر زائد. ننتقل إلى منزلة المئات. ما هي قيمة منزلة المئات يا زهراء؟ 500. 500. باركك الله وسدد خطاك. إذن 500. لاحظوا معي العدد 500 سوف نكتبه بالصيغة التفصيلية، الآحاد صفر، العشرات صفر. أما قيمة منزلة المئات، خمسة في منزلة المئات، خمس لوحات في منزلة المئات قيمتها المكانية 500. بارككم الله تلاميذي الأعزاء. والآن تلاميذي الأعزاء سوف أوزع عليكم بعض الأعمال لنتعرف إلى كيفية كتابة الأعداد بالصيغة التفصيلية وبالصيغة اللفظية. المجموعة الأولى، كل واحد سؤال، نتشارك مع بعضنا في حله. تشاركوا مع بعضكم، واحد يكتب وواحد يحكي.
انتهيتم؟ نعم. نعم. والآن سوف نبدأ بالتقويم النهائي لنتعرف على كيفية كتابة العدد بالصيغة التفصيلية والصيغة اللفظية. السؤال الأول، المجموعة الأولى، اكتب العدد في الفراغ المناسب. اكتب العدد في الفراغ المناسب. عندي تمثيل للعدد، سوف اكتب قيمة التمثيل. قيمة التمثيل يعني بدي عدهم واكتب العدد فقط، قيمة التمثيل. نعم يا عبادة، المجموعة الأولى عبادة 122. أحسنت. إذن الآحاد 2، العشرات 2، المئات 1، الناتج 122. إذن 122. باركك الله يا صغيري. نعم يا هالة. مائتين وخمسة وثلاثون. إذن ما هو العدد يا هالة؟ مائتين وخمسة وثلاثون. مائتان وخمسة وثلاثون قيمة العدد الثاني. لماذا؟ الواحدات 1، 2، 3، 4، 5، الآحاد 5، العشرات عندي 3 أعمدة، أما المئات عندي لوحتين من المئات، أصبح العدد 235. ننتقل إلى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية، صل كل عدد باسمه. صل كل عدد باسمه. المجموعة الثانية، نعم يا عمر علي، اقرأ العدد الأول. سبعمية وثمانية وخمسون. أحسنت. إذن 758. أين أصله يا عمر؟ إلى الجواب الثاني. أحسنت، بارك الله بك. إذن أصله إلى 758. أحسنت. والآن يا ميس، 523، اقرأي العدد. 523. أحسنتي. إذن أين أصله يا هالة؟ يا ميس عفوا. خمسمائة وثلاثة وعشرون. إذن أصله إلى 523. أحسنت. بارككم الله من نجوم رائعين. والآن ننتقل إلى التقويم الثالث. اكتب الصيغة التفصيلية للأعداد الآتية. المجموعة الثالثة سوف تجيب على هذا السؤال. نعم يا زهراء، اقرأي العدد يا زهراء. 974. ما هي الصيغة التفصيلية يا زهراء لهذا العدد؟ 4 + 70 + 900. أحسنتي، باركك الله. إذن نضع الآحاد 4 زائد العشرات 70 زائد المئات 900. أحسنت. إذن 974 تساوي الصيغة التفصيلية لهذا العدد هي 4 آحاد + 70 عشرات + 900 في منزلة المئات، نحصل على العدد، الصيغة التفصيلية للعدد المطلوب. نعم يا عمر الرفاعي، ما هي الصيغة التفصيلية للعدد 463؟ الصيغة التفصيلية للعدد 463. أحسن. آحاد. ثلاثة آحاد. وستة عشرات. انتبه،
العشرات يا عمر؟ ثلاثة آحاد زائد قيمة العشرات؟ ستون. زائد ستون، أحسنت، زائد قيمة المئات؟ أربعمائة. باركك الله وسدد خطاك. إذا الصيغة التفصيلية للعدد 463 ثلاثة في منزلة الآحاد زائد 60 في منزلة العشرات زائد 400 في منزلة المئات. الآن تلاميذي الأعزاء، بعد الانتهاء من هذا الدرس ماذا تعلمتم؟ نجومي الصغار، ماذا تعلمتم من هذا الدرس؟ نعم يا زهراء. تعلمت من هذا الدرس عند كتابة عدد من ثلاث منازل بالصيغة التفصيلية. نبدأ من منزلة الآحاد ثم العشرات ثم المئات. أحسنت، باركك الله. إذن تعلمت من هذا الدرس عند كتابة عدد بثلاثة منازل بالصيغة التفصيلية، تبدأ من منزلة الآحاد ثم منزلة العشرات ثم منزلة المئات. أيضا ماذا تعلمنا من هذا الدرس؟ نعم يا ميس. تعلمت من هذا الدرس كتابة عدد بثلاث منازل بالصيغة التفصيلية. أحسنت، إذن تعلمنا من هذا الدرس كتابة عدد بثلاثة منازل بالصيغة التفصيلية. أيضا ماذا تعلمنا من هذا الدرس يا عمر رفاعي؟ تعلمنا من هذا الدرس كتابة عدد بالصيغة اللفظية. أحسنت، تعلمنا من هذا الدرس قراءة عدد بثلاثة منازل بالصيغة اللفظية. أيضا ماذا تعلمنا من هذا الدرس يا هالة؟ تعلمت من هذا الدرس قراءة عدد بثلاث منازل بالصيغة اللفظية. أيضا نعم يا عمر. تعلمت من هذا الدرس أن عند كتابة عدد من ثلاث منازل أبدأ من الآحاد ثم العشرات ثم المئات. أحسنتم، بارككم الله، شكرا لكم نجومي الصغار على حسن تعاونكم، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. أودعكم على أمل اللقاء بكم في دروس مقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.